نعم، معنا أحمد يوسف من الفتحاب. مرحب. ألو، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. بسأل يا شيخ عن العادة الشرعية في رمضان. في نهار رمضان. كويس. طبعا العادة السرية في نهار رمضان بتبطل الصيام. هاي تبطل الصيام طوالي. وبعديك نصيحة للشباب والشابات، العادة السرية دي يعني أنا قريت عنها بحثي من زمان وبحث طبي، إنها فيها أضرار كثيرة جدا. من أضرارها إنها تضعف النظر وتضعف البدن، وبعدين تسبب المرض النفسي، أي تعمل انعكاسات نفسية كعبة. وفي حاجات تانية كثيرة، مضار كثيرة، لكن ما بقدر أقولها في البرنامج. ولذلك نصيحة لكل الشباب والشابات، العادة السرية دي في رمضان في غير رمضان توقفوها. والزول يبتعد من الحاجات المسيرة اللي هي المناظر بتاعت القنوات الفضائية الفاضحة، ما تعينوا ليها. كذلك الصور الخليعة، ما تعينوا ليها. كذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نصح الشباب، قال في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه قض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء وغاية، يعني لأن الصوم عبادة روحية بيكسر حدة الغريزة وكذا. أكرر نصيحتي للشباب، العادة السرية دي ابتعدوا منها. نعم نعم.